الرحيم أبو الكريم. قبل البدء أدعوكم لقراءة الفاتحة ترحما على والدة سيد المدير العام الوطني التي التحقت بالرابط الأعلى يوم أمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين، آمين. الذي سنه الله الحمد للاحتفال مع الشرطيين والأيتام ديال الشرطيين أو الشرطيين المتقاعدين اللي هما يعني أبانوا حس إبداعي في مجالات مختلفة. مؤسسة مؤسسة الإعمال الاجتماعي للموظفين الأمن الوطني اللي كيسهروا ليل نهار من أجل يعني الرفع من المعنويات ديال الشرطيين والمعنويات ديال الأبناء ديالهم، التفاتات خاصة بمناسبات اللي يعني كيوجهوا الأنشطة اللي كيقوموا بها ودائما كيكونوا معنا وأتم الأمن الوطني لفائدة أبنائي وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن يمتلكون ملكات ومواهب فردية متميزة تحت شعار أبناء أسرة الأمن الوطني يبدعون. سيداتي سادتي، الشكر الموصول لمؤسسة محمد السادسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني التي أتاحت لنا الفرصة لإبراز مواهبنا والتي تعتبر تشجيعا لأبناء موظفي الأمن بمدينة طنجة ودعما لتطوير مواهبهم وصقل إبداعاتهم في مختلف المجالات التربوية والفنية كتجويد وترتيب القرآن الكريم، الأداء والتعبير المسرحي، العزف الموسيقي والإبداع في مجال الغرات التربوية بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسيد المدير العام للأمن الوطني على بالغ الاهتمام الذي يوليه لبراعم الأسرة الأمنية وفائق العناية التي يخصهم بها. وختاما، دام النصر والتمكين لمولانا المنصور بالله صاحب جلالة الملك محمد السادس، أعزه الله ونصره وأداه ذخرا للبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مدير العام وجميع السادة رؤساء المصالح والوالي على هذا اليوم هذا المتميز اللي داروه لنا، خلاوه لنا ذكرى مزيونة في الذاكرة ديالنا واللي أشادوا بينا وقدروا المواهب ديالنا، هادشي علاش كنشكرهم جزيل الشكر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.